احتفت جامعة كالجاري بتخريج الدفعة السابعة التي ضمت 57 طالباً وطالبة، منحتهم شهادات من الدرجة الذهبية القياسية في التمريض. وقد حضر الاحتفال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمهدي وزير التعليم والتعليم العالي، إلى جانب عدد من ممثلي الرعاية الصحية والطاقم التعليمي وعائلات وأصدقاء المتخرجين. وشهد الحفل حصول 52 من المتخرجين على درجة البكالوريوس وخمسة على شهادات الماجستير في التمريض، لينضموا إلى عائلة خريجي الجامعة المتنامية للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 في المجال الصحي. ومنذ تأسيسها في العام 2007، سعت جامعة كالجاري في قطر إلى تنشئة مواهب محلية متخصصة في قطاع الرعاية الصحية. وتقدم الجامعة برنامجي الماجستير في التمريض والبكالوريوس في التمريض، اللذين يمكنان الخريجين من إتقان المهارات الضرورية ليحققوا النجاح على المستوى الشخصي والمهني، مما يسهم في تعزيز المجتمع الصحي في البلاد. تأكيداً لدورها الفاعل وتعزيزاً لمكانتها الدولية، أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية عبر مؤتمر صحفي عن حصولها على شهادة آيزو العالمية في مجال الجودة وتطوير الأداء وفقاً للاشتراطات اللازمة والمتبعة دولياً. الشهادة تمنح دوراً أكبر ومكانة عالمية للجنة الأولمبية التي ستعمل على تطبيق كافة المعايير الاستراتيجية في مجالات اختصاصها المختلفة. يشار إلى أن شهادة آيزو العالمية تتضمن مجموعة من المعايير ضمن نظام إدارة الجودة الذي تضعه المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، والتي يتم تحديثها وفق المتطلبات والتطور التكنولوجي والمعرفي. حاضنة قطر للأعمال. صحيح أنها انطلقت منذ عامين فقط، إلا أنها أصبحت ولا شك واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وها هي اليوم تؤكد التزامها بدعم المشروعات رفيعة المستوى والواعدة. قطر الأعمال قاعدة اليوم تلعب دور رئيسي ومحوري في كيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، كيف تمكن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع في ضمن بيئة آمنة. هدف حاضنة قطر الأعمال هو خلق شركات قطرية تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال قطري. فريق الحاضنة، بنك قطر للتنمية ودار المال الاجتماعي، الكل يعمل يدا بيد نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي ونحو تحقيق هذا الهدف المهم، وهو تمكين رواد الأعمال القطرية ومقدرتهم على المساهمة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. هو احتفال سنوي لحاضنة قطر للأعمال تخلله عرض 17 شركة ناشئة لمشروعاتها أمام لجنة من الحكام والمستثمرين، إذ إن هذه الشركات هي الفوج السادس التي تخرجه الحاضنة ضمن برنامج ريادة الأعمال.